السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال بتي با او بان وشوكولا بطريقه مبسطه ناجحه مليون في المية. ما عليكم غير تبعوا الطريقه وكذلك النصائح اللي غادي نقول لكم، غادي يخرجوا لكم من احسن ما يكون. كيجيو مورقين هشاش بزاف، لذات كذلك الشكل ديالهم كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. إذا على بركة الله نبداو دائما مع اللائحة ديال المقادير. غادي نحتاجو 450 غرام ديال دقيق أبيض، من الأحسن يكون خاص بالحلويات، إذا توفر ما توفرش ممكن تستعملو الدقيق الأبيض العادي. غادي نحتاجو شوية ديال الملحة، تقريبا واحد المعلقة صغيرة ما عمراش. وغادي نحتاجو الخليط ما بين الحليب والماء باش غادي نعجنو. غادي نقولكم بالضبط دائما شحال استعملت أو شحال خدات ليا العجينة. غادي نحتاج ثلث كاس ديال الزيت، يعني ماشي النص، كنقسمو الكاس على 3 اللي هي 50 مللتر. زبده التوريق 190 غرام تقريبا. غادي نستعمل هنا الزبده ديال العباره وزبده حيوانيه، وتقدروا ديروا كذلك ديال التوريق اكيد. غادي نحتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال السكر الخشن، ملعقه كبيره ونصف ديال الخميره ديال الخبز اذا كان الجو بارد، كان الجو دافئ او سخون ملعقه كافيه، وعندي نشا الذره غادي نحتاجو في التوريق. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ الدقيق ديالي دائما وغادي ندير هكا واحد الحفره في الوسط. الخليط ديال الحليب والماء كيكون دافي ماشي بارد، لان هاد العجينه غادي نخليوها تخمر اولا عاد غادي نخدموا بها. فكنوضع الخميره ديال الخبز، كنوضع السكر، الزيت النباتيه، الملحه كيف ما قلت تقريبا ملعقه صغيره ما عمراش، ونبدا كنجمع ونعجن العجين ديالي بالحليب مخلط مع الماء. بالنسبه للقياس ديال السوائل فانا احتاجيت 250 مللتر تقريبا، بديت 225 وضفت شويه من بعد لان العجين جاني او العجينه جاتني شويه ناشفه كيف ما كتشوفوا، يعني كتلصق شويه في اليدين، ماشي جاريه ولكن في نفس الوقت ماشي قاسحه. مباشره غادي نوضعها فوق من سطح العمل ولا الاناء اللي غادي نعجن فيه، وغادي نحاول اني ندلكها مده ديال دقيقه ولا جوج دقائق، ماشي بزاف. ما نحتاجوش اننا ندلكو العجينه ديال بتي با والكرواسون بزاف لاننا غادي نخدموها من بعد بالدلاك، فهي كترجع تدلك. هنا صافي، من بعد ما دلكتها غادي نجمعها، غادي نرجعها في الاناء اللي خلطتها فيه، نغطي عليها بلاستيك غذائي وغادي نخليها تتخمر. اذا كان الجو بارد كيف ما عندي انا غادي تخمر الفرن شويه وتخلوها حتى غادي تخمر مزيان ونرجع نكملو. هنا كما كتشوفوا هي خمرات، غادي نحاول نحيد منها دوك الغازات اللي تجمع فيها دائما. كيف ما كتلاحظوا غادي نحاول انني نجمعها، نرجعها في الاناء اللي خلطتها فيه، غادي ندخلها للمجمد مده ديال 10 ديال الدقائق. اذا كنتوا غادي تستعملوا بحالي زبده ديال العباره او الزبده الحيوانيه، كنتوا غادي ديروا زبده ديال المارغرين الخاصه بالتوريق، ما تحتاجوا ديروا هذه المرحله، مباشره غادي تخدموا بالعجينه ديالكم او غادي تورقوها. فانا دخلتها للمجمد 10 ديال الدقائق، وكنمشي كناخذ ديك الزبده كنحكها كفشي طبق، الجهه الغليظه ديال الخضر طبعا وكذلك الزبده، غادي ندخلها للمجمد كيف ما كتلاحظوا راها كتذوب دغيا. وهذه المرحله كذلك اذا استعملتوا فقط زبده ديال العبار او زبده الحيوانيه، ما استعملتوا الزبده الخاصه بالتوريق حتى هي كذلك، ما تدخلوهاش للمجمد، غادي تخدموا بها ديريكتومون لانها كتكون قاسحه ومتماسكه ما كتذوبش معنا. هذه ضروري اننا نبقاو كندخلوها يعني باش تبرد مزيان وتعطينا التوريق. ملي كتبرد العجينه واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، كنرش سطح العمل بالنشا وكنبدا كنطلقها بالدلاك بهذه الطريقه لشكل مستطيل كبير كيف ما غادي تلاحظوا معايا. هنا غادي نجيب ديك الزبده كذلك من بعد ما بردات مزيان، غادي نوزعها في الوسط ديال هذا المستطيل ديال العجين، غادي نوزع غير النص ديال الكميه وغادي نخلي النص، غادي تشوفوا معايا الطريقه من بعد. حاول بحال هكا انني نوزعها بشكل مقاد ومتساوي بشي فرشيطه. وهنا غادي ناخذ طرف ديال العجين وغادي نطويه وغادي نسد يعني نسد على ديك الزبده اللي وزعت،
ونكمل بالكميه اللي بقات ديال الزبده بهذا الشكل. كناخذ الطرف الاخر ديال المستطيل ديال العجين وكان طويل بحال الا غادي نديرو المسمن تماما، وغادي نحاول انني نقرص جيدا، نسد على ديك الزبده باش ملي نجي نطلق العجين ما تخرجش ليا من الجناب. غادي ندورها بالجهه الاخرى وغادي نرش دائما شويه ديال النشا باش غادي يساعدني، ونبقى كندير هكا ضربات بالدلاك عاد كنطلق به. بعد ما طلقت العجينه على شكل مستطيل كنطلقوها بالجهتين، وكنحاول انني نحيد بواحد الشيط هذاك الزائد ديال النشا، وغادي نطويها بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا هنا. بما انني استعملت الزبده ديال العبار غادي ندخل مره اخرى العجينه للمجمد حتى غادي تبرد ليا شويه، وعاد غادي نرجع نكمل بها. دائما هذه المرحله فقط اذا استعملتوا بحال الزبده ديال العبار، واذا درتوا زبده ديال التوريق فما يحتاجش نهائيا انكم تدخلوا المجمد. غادي نرجع نطلق العجينه ديالي من بعد ما ارتحت، وغادي نعاود نطويها لاخر مره. دائما كنحيد الزائد ديال النشا، وغادي ندير لها هنا هاد الدوبل توغ وصافي. هاد المره غادي نخليوها ترتاح، ضروري باش غادي تطلق معنا بسهوله لاننا خدمناها بزاف. كنخليوها ترتاح في الثلاجه ما بين 20 حتى 30 دقيقه، اذا كان عندكم الوقت خليوها حتى ساعه كيكون احسن. صافي ملي كترتاح ليا هنا غادي نبدا كنطلقها باش غادي نشكل منها لي بتي بان ديالي، وتقدروا ديروا كرواسون شناك اللي بغيتو من هاد العجينه. من بعد ما طلقتها كيف ما كتلاحظوا مستطيل اللي هو طويل بهذا الشكل او بهذا القياس، كنحيد دوك الجوانب ديال العجين، وغادي نستعمل قطعة ديال البيتزا باش غادي نقطع البيتي بان ديالي. كيف ما كتلاحظوا كنستعمل الاصابع باش نعبر، وديروا القياس اللي بغيتو، بغيتو تكبروهم او ديرهم صغيرين كيرجع لكم الاختيار. انا غادي نديرهم شويه كبارين، وغادي يعطوني تقريبا 8 ديال الحبات. صافي انا كنبدا كنشكل البيتي بان ديالي، كندير داك الشوكولا الخاص بالبيتي بان ولا غير الشوكولا العادي كتقطعوه طويل وتستعملوه. كنلوي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، وداك الطرف كنضغط عليه بالاصبع ديالي وصافي. كنتابع بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي ونوضع البيتي بان في اللاطا ديال الفران. ملي كنسالي بهذا الشكل هذا كنحاول انني نضغط عليهم شويه صافي، وغادي نخليهم في مكان دافئ ولا فران اللي شعلت له يسخن شويه وطفيت عليه. طبعا ما تسخنوش بزاف ولا غادي تذوب لكم ديك الزبده وما غاديش يجيكم مورق. غادي نخليه حتى يخمر مزيان على خاطر خاطرو ويتضاعف الحجم ديالو كيف ما غادي تلاحظوا معايا. من بعد غادي ناخذ صفار بيضاء اللي غادي نخففها بشويه ديال الحليب، وتقدروا ديروا البيضه كامله، وغادي ندهن لي بتي بان ديالي وندخلهم الفران اللي كنت شعلت لهم قبل يسخن. اذا كان الفرن ديالكم ديال الغاز شعلوا له النار متوسطه من الاسفل فقط، وخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه ممنوع تحلوا على الفران قبل ما يطيبوا. الا حليتوا على الفران غادي يهبطوا، هما حساسين اكثر عاد من الكيك، يعني اذا ضربهم الهواء غادي يتفشوا لكم وما غاديش يجيو مورقين من الداخل. بالنسبه للفران ديال الضو 180 درجه، اذا كانت عندكم المروحه ديروا على 160 من احسن باش هكا كيطيبوا مزيان ويتحمروا مزيان ويجيكم قرمشين. كذلك بالنسبه للفران يعني نفس الشيء، ممنوع تحلوا عليهم قبل ما يطيبوا باش ما يطيحوش لكم. دابا غادي ندهنهم غير بشويه وغادي ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه. هنا من بعد ما طابوا لي لي بتي با، هذا هو الشكل ديالهم اللي كنخرجهم من الفران، كيكونوا يعني مقرمشين في الاول. غادي ندهنهم شويه ديال الناباج اللي خففتو بالماء، ولا كدهنوهم بالمربى ولا العسل اللي بغيتو، ولا بغيتوهم يبقاو مقرمشين ما دهنوهمش وخليهم هكاك. غادي نرش عليهم كذلك شويه ديال اللوز ايفيلي وصافي كيكونوا جاهزين. نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي كيفاش كيجي.
هذه هي النتيجه النهائيه ديال البتيبان ديالنا كيفاش كيجيو. غادي نقطعهم لكم طبعا باش تشوفوا، هما راهم باقيين سخان، خليوهم تيبردوا تماما وعاد قدموهم او استهلكوهم. كيجيو فعلا رائعين بنان بزاف، خصوصا استعملنا زبده ديال العبار كيجيو حسن 100% من اللي كان ورقوهم زبدة ديال التوريق. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العادة ديروا جيم، شاركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ما رأيكم، واذا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعة، ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله.